أستاذ ميشيل، أنت حقيقة قصة يعني حرية وقيد. في عنا فقرة من الآخر، وأنا بالآخر بدي إياك تحكي لي وتحكي للمشاهدين قصة الطفل اللي دخلت لعنده بالزنزانة بشان تسلي، بس ما طلع عنده ولا مفردة من الحرية. كنت بفرع التحقيق العسكري، وكان فيه عنصر من الحراس اخواته 2 مساجين. فاجا مرة سألني شو اسمك الحقيقي، قلت له اسمي الحقيقي، مع انه كان هذا ممنوع. كنا نضرب احيانا، يستدرجونا نقول اسمنا الحقيقي، بيضربوك اذا قلت اسمك الحقيقي، بدك تقولي رقم الزنزانة دائما. إيه لك؟ فقلت له علي الامان. قال عليك الامان؟ قلت له انا فلان. قال انت فلان؟ قلت له ايه. قال عم يقولون انك جاسوس اسرائيلي ولحدا يحكي معك. ولك انت فلان؟ قلت له انا فلان. قال انت واللي بالطرف الثاني هناك اكبر شجعان بالعالم، ما قدرنا ناخذ منكم شيء. قلت له مين اللي بالطرف الثاني؟ قال لي رياض الترك. كنا انا وياه بكوريدور هيك واحد. بعد كم يوم جاب لي مقص ضفير، قصه ضفيري. قال لي اوعى تطلع صوت، لانه اذا عرفوا انه نعطيكم مقص ضفير بروح 3 سنين على تدمر. بعدين صار بين فترة وفترة يزت لي تفاحة. بالآخر إجا مرة شي الساعة 3 3:30 بالليل، طبعا ما كان في ساعة، ما معي ساعة، بس سألته شو الساعة. قال لي تعا معي بس لا تطلع صوت. تقريبا تسلل أنا وياه، أخذني على محل بعيد شي 40 متر، فتح باب زنزانة وقال لي فوت احكي له قصة للولد. ما أنت مثقف، فوت احكي له قصة للولد. قمت عيط بالزنزانة، شفت في سيدة عمرها 26 27 سنة يمكن، متكورة على ذات هيك، وخافت لما شافتني فايت. طبعا لها حق تخاف لأنه عندها تجربة مريرة معه، هي حملت وجابت الولد بالزنزانة. وشفت الطفل عمره شيء 4 5 سنوات، طفل هيك أسمراني حليو صغير، وجهه منفخ هيك يمكن لأنه بشوف الشمس. فسلمت علي ما ردت، خايفة. فقلت لها يا بنتي، لانه فعلا مثل بنتي هي، شذا كانت بديك الايام بعمرها. انا مطلوب مني احكي قصه لابنك، شو بدي احكي له؟ قال يعني هيك تلعسمت كثير وخجلت، وبعدين ما جاوبتني فعليا. فقعدت قلت له كان في عصفور. قال لي شو العصفور؟ انا يعني عم بحكي قصة لطفل، بذهني فكرة الطفل المجردة، يعني انه الطفل العصفور والفارة والشمس والنهر والمي والفراشة. وقت لحالي المفردات بدي احكي له اياها. فقال لي شو العصفور؟ كيف بدي اشرح له شو العصفور؟ بعدين قلت له عم يطير على السجرة. قال لي شو السجرة؟ حسيت بالورطة، وحسيت بمعنى كلمة هذا الشاب اللي ما بدي اقول اسمه لانه يمكن لساته بالامن، انه ما انك مثقف وتحكي له كلمة، عم يتحداني اني اقدر احكي له قصة. فالمهم ما عرف شو بدي احكي له. قلت لحالي بدي غني له غنية هي مذكرتها بالقصة. فغنيت له غنية هذه ريما الحندقة، وبعدين غنيت له غنية ماما زمنها جاية وهيك شغلات. بعدين دقيت على الباب والدموع مليانة بعيوني، والأم قاعدة على جنب، قاعدة على جنب وساتها متوجسة يعني. دقيت على الباب، بعد شوي إجا. قلت له طلعني الله يوفقك أنا رح أختنق. قال ما حكيت له قصة. قلت له شو بدي أحكي له؟ هذا عمره ما طالع من الزنزانة، ما هيك؟ قال لي أبدا، لا بيعرف شو العصفور، لا بيعرف شو الطابة، لا بيعرف شو الشمس، لا بيعرف شو السجرة، ولا بيعرف شو الهواء، ما بيعرف شيء. بعدين سألته عن الأم، قال لي جابوها رهينة عن أبوها اللي هرب على عمان، ومثل ما أنك شايف جابت الولد هون. من فترة اتصل فيني واحد قال لي بدي أعمل فيلم عن القصة لأنه هي سورية. الحقيقة هي سورية كانت، اللي أنا بأمل من كل قلبي إنها تطلع من الجو، حتى لو مرت بشوية فوضى وتعسرت شوي وتخبطت شوي وظهر فيها ظواهر غير مقبولة شوي، وهذا كله موجود ما فيني انكره، بس امام هيك حالة
أنا بزماني حكيت بمؤتمر لحقوق الإنسان بجنيف، قاعد شي 400 واحد، ال 400 واحد بكوا رجال ونسوان. شغلة مؤسية، يعني شي ما بيخطر ببالك هالحجم الفظيع من الظلم اللي واقع على 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 مرأة أنه أبوها هربان على الأردن. سبب سياسي، شاب أبوه أخوان مسلمين كانوا هربان على الأردن، جابوه قال لأبوه يسلم حاله. أستاذ ميشيل، بدي أتشكرك على كل الرسائل اللي بتحملها، على رسائل اللي فيها لا عنف، على اللي فيها حرية. بتشكرك على الساعة اللي أعطيتنا إياها اليوم. أنا بدي أشكرك كثير، وأنا سعدت كثير بلقائك، وبتمنى لك التوفيق أنت وأحبابك كليتون، وشكرا لهاللقاء اللطيف اللي كتير ريحني وكتير اعطاني فرصة اني اقول بعض الشغلات اللي انا كنت حابب اقولها. شكرا. بالنتيجة نحن يعني جيت لاسمع كلمة حرية، هيدي الحرية اللي التي ولد معها الانسان وحجبها الانسان عن اخيه الانسان. نحن قلنا بالمجتمع المدني ليس هناك قضية سياسية في حياة الانسان على الاطلاق الا قضية الحرية. والإنسان بتعريف أرسطو هو ذات حرة وجديرة بالحرية بغض النظر عن أي تعيين موضوعي آخر، فقير، غني، طويل، عريض، حلو، بشع، ذات حرة وجديرة بالحرية، هذا رهان الوجود الإنساني، الحرية. شكرا لك، شكرا لكم. أسبوع القادم ألقاكم مع شارع عربي جديد وأسئلة جديدة وهموم منكم ومنا. إلى اللقاء.